يسعدكم أحبائي المتابعين والمشاهدين من وين ما كنتوا، سواء من فلسطين تحياتي أو من أي دولة من الوطن العربي تحياتي لكم جميعا. الدرس الخامس، المرحلة الأولى لتعلم RGS بثلاثة مراحل. راح نتعرف على القائمة Edit من المنيو بار وعلى ثلاث قوائم من التول بار. إن شريط الأدوات راح نتعرف عليه، وعندنا شريط الستاندرد راح برضه نتعرف عليه، وراح نتعرف على شريط الدروينج. نبدأ الدرس من قائمة الأدوات، وهدول الأدوات اللي راح نشرحها راح يكون شرحهم سريع لأنهم أدوات جدا سهلة ومش بحاجة لوقت كثير. عندنا نعمل زوم إن، وعندنا نعمل زوم أوت، عندنا أداة البان نقدر نتحرك داخل الداتا فيو، وعندنا الفول اكستنت نعمل زوم لكل اللايرات اللي عندنا عن طريق هاي الأداة، نقدر نعمل زوم إن بسكيل ثابت وزوم أوت بسكيل ثابت. فعندنا هاي الأداة اللي هي تعملنا جو باك، مثلا احنا طلعنا في الشمال فوق ونرجع محل ما كنا قبل شوي، نكبس على الجو باك برجع لنا على المنطقة اللي كنا فيها. وهي الأداة عكس الجو باك، فعندنا سيلكت فيتشرز نقدر نختار الفيتشر بهاي الأداة، ولما نختار هدول الفيتشر نقدر نعمل كلير سيلكتد فيتشرز. عندنا أداة السيلكت للعناصر، وعندنا ايدنتيفاي أداة الاستعلام. بعد تجهيز جميع الجداول وإدخال البيانات نقدر نشاهد هاي البيانات، مجرد الضغط عليها ايدنتيفاي على الفيتشر المرسوم. عندنا الهايبر لينك نقدر ندخل صورة، مجرد ما نكبس على الهايبر لينك وعلى الفيتشر بعطينا صورة إذا كانت معرفة. نعرف الهايبر لينك على هذا الفيتشر، نضغط على ايدنتيفاي، بعدها من هاي القائمة نختار رايت كليك، بعدها اد هايبر لينك. نقدر نختار صورة من هذا الجهاز او صورة من الانترنت. خلينا نختار من هذا الجهاز صورة، عندنا هاي الصورة خارطة دولة فلسطين، نكبس اوكي. هيك تفعلت هاي الأداة، نضغط عليها نكبس او نضغط على الفيتشر المعرف عليه هايبر لينك، يظهر عنا الصورة اللي عرفناها، خارطة فلسطين فيها جميع المدن الفلسطينية بالإضافة الى الدول العربية المجاورة لدولة فلسطين بالإضافة لارتفاعات المدن الفلسطينية. نرجع للدرس، نقدر نلغي الهايبر لينك من خلال أداة الانتفاي رايت كليك مانج، نعمل ريموف. إذا كان أكثر من هايبر لينك نقدر نهدفهم مرة واحدة عن طريق ريموف أول. أوكي، عندنا هاي الأداة بتظهر لنا الجداول الأتريبيوت بهذا الشكل. عندنا أداة المسطرة أو أدوات القياس، نقدر نقيس طول الضلع، هاي 497 متر. عندنا أداة الفايند تعمل فايند طبعا على الـ attribute table، مثلا هاي 15، يظهر لنا الرقم 15 موجود بأي طبقة وباسم الفيلد. نقدر أيضا نختار أو نخصص البحث في طبقة معينة. عندنا هاي الأداة find root، طبعا هاي بتكون مفعلة لما يكون في عندنا network dataset x والواي. خلينا نسجل إحداثي x والواي موجودات عندنا هون. نقدر نعمل بحث
عن طريق الـ X والـ Y ومن خلال هاي الأداة. بعد ما عملنا بحث نقدر نعمل زوم تو النقطة اللي عملنا لها بحث أو فلاش، نقدر نضيف عنصر نقطي في هاي المنطقة. أيضا نقدر نضيف زي annotation عدة طرق. هون بيجينا شو النقط أو الإحداثيات اللي سجلناهم ورحنا عليهم. هون وحدة القياس أن نفعلها على المترز. بعدها في عنا هاي الأداة، طبعا لأنه أنا مش مفعل الخط الزمني للأرك ماب فهي مش ظاهرة وراح يتم شرحها لاحقا. إن هاي الأداة بتقدر تفتح ويندو جديد بهذا الشكل. هون نفس الاشي تقدر تعمل أدوات الزوم إن وزوم أوت مجرد ما كبسنا عليها. في عنا القائمة إيديت نشرح الأدوات الموجودة فيها. خلينا نعمل نفعل شريط الإديتور Start Editing. إنه بنقدر نعمل أندو تراجع، مثلا إحنا Create Feature عملنا هاي Feature رسمنا كمان واحدة نتراجع عن الرسم الثاني بنعمل أندو. بعطينا اسم العملية Create. طبعا عكس هاي الأداة اللي هي الرضا. بعدين في عنا الكات والكوبي والبيست، هذول بيكون خاصات للفيتشر. يعني مجرد ما تعمل سيلكت للفيتشر تقدر تعمل له كوبي، موجود هون بهاي القائمة. أيضا نقدر ننسخه، نعمل بيست نختار الطبقة اللي احنا بدنا ننسخ عليها هذا الفيتشر. هذول الأدوات سريعة جدا يعني مش بحاجة لوقت في الشرح. تمام، في عنا نعمل Start Edit No. عنا العناصر الموجودة داخل الأرك ماب، هذول ضفتهم عبارة عن عناصر بقدر أحذفهم وبقدر أعمل عليهم Select All لجميع هذول العناصر. من خلال القائمة Edit بعمل select all للعناصر، جميع هذول العناصر عملتهم عليهم select وبقدر اعمل عليهم delete من هون. عشان نضيف عناصر كمان نقدر احنا نصور الداتا فيو اللي احنا شغالين عليها ونضيفها كصورة عن طريق اداة copy map to clipboard. بعديها بنروح على edit بنعمل paste بيست سبيشال. طبعا هذول الثلاث خيارات تقريبا نفس الخصائص، بس انا بفضل الخيار بيكتشر. هيك احنا ظهر عندنا صورة بقدر اتحكم فيها. ممكن تفيدنا في الخرائط وانتاج الخرائط، نقدر نعمل صورة زي هيك. وايضا نقدر نصور الشاشة عن طريق البرنت سكرين من خلال الكيبورد. في عنا هاي الكبسة الموجودة على لوحة المفاتيح، احنا هيك عملنا تصوير للشاشة. بعدها بنروح على قائمة إديت على البيست سبيشال نعمل اوكي. هي الصورة اللي ضفناها. ايضا عندنا نقدر نعمل زي ما شرحت سابقا سيلكت لجميع هذول العناصر، نقدر نعمل ديليت لهم. ايضا نقدر نعمل ان سيلكت للعناصر وزوم لجميع العناصر. في عندنا شريط راح يتم شرحه سريعا اللي هو Drawing. نفس الاشي بتقدر ترسم
شايفين بهاي الطريقة بنقدر نرسم. طبعا بنقدر نتحكم بالألوان وفي التكست كمان. ضفنا هون نعمل سلكت لجميع العناصر، نعمل مثلا زوم تو، نعمل زوم لجميع العناصر اللي عليهم سلكت وهي ديليت. عندنا الشريط الاخر من التول بار، عندنا شريط الستاندرد، معظم الادوات الموجودة في هذا الشريط تم شرحها سابقا، مثل عندنا انك تفتح مشروع جديد او تفتح مشروع قديم، وحفظ للماب وليس للرسم. يعني الفرق بين السيف الموجود هون والسيف الموجود هون، ان هون السيف بيعمل على الرسم وعلى الفيتشر بيعمل لهم سيف، اما هاي بتعمل سيف للماب. في عنا طباعة، وفي عنا الكوبي والبيست والقط، وعنا التراجع عكس التراجع، عنا الاد داتا بنقدر نضيف اي طبقة سواء فيكتور او راستر او تيبل من خلال هاي الاداة. في عنا السكيل نقدر مثلا نكتب موجود 51,000، احنا بنخليه مثلا 25,000 بهاي الطريقة. عنا في ويندو نقدر نظهرهم اذا ما كان موجودة على الواجهة الرئيسية للارك ماب، نقدر نضيفهم. مثل نفرض انه التيبل اوف كونتنتس مش موجود عنا، نقدر نضيفه بهاي الطريقة. ايضا شريط الاديتور نقدر نخفيه، نضوي من هذه الاداة. بالاضافة للكتالوج وعمليات البحث والارك تول بوكس ولغة البايثون والموديل بيلدر. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد اي شخص حاب يتعلم على الار جي اس. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.